2023 لمنافسه الدوري الممتاز. حقق المريخ الفوز مساء اليوم على الشندي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجوله 26 من بطوله الدوري الممتاز. سجل للمريخ محمد كسر الهدف الاول في الدقيقه 40، واضاف زميل الجزور نوح الهدف الثاني للمريخ مطلع الشوط الثاني، ليرفع المريخ رصيده ل 62 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي الشندي عند 35 نقطة بالمركز الرابع. وبدار الرياضة بأم درمان تعادل توتي الخرطوم مع ضيف الخرطوم الوطني بدون أهداف، ليرفع توتي رصيده إلى 31 نقطة، وكذلك الخرطوم الوطني يرفع رصيده إلى 23 نقطة. وفي مباريات العصر متابعينا، فرض هلال بورسودان عصر اليوم التعادل الإيجابي بهدفين لكل على المتصدر الدوري الهلال. تقدم الهلال بهدف السابق عبد الرؤوف، وأدرك علي زيزو التعادل الهلال الساحل قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني للهلال، إلى أن الغالي مايكل أبوجي عدل لفريقه بإحراز الهدف الثاني للهلال الساحل ليرفع الهلال المتصدر رصيده إلى 65 نقطة مقابل 44 نقطة لهلال الساحل في المركز الثالث. وتغلب حي العرب السودان على الشرطة القذارف بهدف نظيف لينتقل المركز الوسط في الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد الشرطة في 28 نقطة. وفاز حي الوادي نيالة عصرا على الهلال الأبيض بهدفين مقابل هدف ليرفع حي الوادي رصيده إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال الأبيض عند 22 نقطة في المركز الأخير. أطلق مانشستر يونايتد